اوكي، ورجعنا لكم. طبعا بعد ما خوينا باقي عايش اللي طاح، خوينا غريم زي ما يقولون او غريم، يا الله يرحمه عاد. المهم خلينا نشوف وين نبغى نروح، بس دقيقه عشان نخلي ستيم اوف لاين عشان ما يطلع لكم الازعاج اللي على اليمين ذا. ناخذ لنا امو يا صديقي، شكرا. وين نبغى نروح؟ نبغى نروح هنا، بس المشكلة كيف نروح هنا إلا إذا اوكي بنروح فوق. طيب بشير أبشر، يعني كذا كيف بنطلع فوق، بس المشكلة إني حاسس ياه ممكن يكون من وراه، ما أدري، أحس إن الطريق من وراه، بس مو مشكلة دام انه الوضع في السليم، او انه الوضع يعني في طريق يعني يقول لك امشي يمين امشي يسار، خلاص ابد امورنا في السليم. طيب من هنا طبعا احس انه في شيء هنا قبل لا نروح. هذا في برميل ينفجر. طب البرميل اذا انفجر وش يصير؟ الوضع ما يطم، في شك. طيب ما صار شيء. طيب يلا نقول بسم الله ونطلع الطريق الخنفشارية حقتهم هذه. طيب اطلع. ايوه هذا الجرس انفجره، لا ما اتوقع، بس وراه بطيئة كذا. ها يا حبيبي، ايوه طلع طلع طلع، سريع 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 سريع، تكفى تكفى. لا 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 الباقي تسلق، تصدقوني. لا لا اي والله سبريشن يا حبيبي. اح كفو الفزعة، هذا صدقوني روث، صدقوني روث. هذا روث صدقوني. شكرا يا روث على الفزعة. روث. نعم. لقد مات غريم. لقد حاولوا استخدامه لإجباري على الاستسلام، لكنه لم يسمح لهم. غريم، أيها العنيد البائس. أنا أسفة جدا روث. لا، لا تتأسفي لارا. فكري بإيجابية. سوف نشب نخبى الرجل العجوز عندما نغادر هذا المكان. سأحاول أن أقترب أكثر. هل يمكنك تغطيتي مجددا؟ نعم، أتمتع برؤية واضحة بالبندقية وصولا إلى جدران القصر. حسنا. اوكي تو قالوا شيء يضحك، حقة النخب هذا يقول لك يعني إذا خلصنا بنشرب نخب الرجال. على نداء الاستغاثة، أين هو موقعكم بالضبط؟ معك كونراد روث من إنديورنس، أتسمعني؟ لارا، هل سمعتي؟ هناك طوافة إنقاذ. هذا خبر رائع روث، أطلق إشارة، سأنقذ سام والآخرين. لارا، ربما علي أن الأمر ليس بحكاية الطيار، أنا أقحمت الجميع في هذا المأزق وسأنقذهم. يضيف أضرار إلى أعداء معرضين للمعركة استخدام الفأس. لا طب هذا ايش يسوي؟ راوغ الاعداء مسلحين بسلاح خفيف، اجيمهم بمسافة قريبة. ايجاد تفادي القتل. اوكي هذا مربوط بهذا مربوط بهذا. طيب يمدحون جمجمة، هذا الجمجمة ما اخذنا فيها اشياء كثيرة، يعني قاتل متكامل القضاء على الاعداء بدقة لكسب مهارات اضافية، يعني يقول لك لو هيت شوت ولا شيء تاخذ مهارات اضافية، بس ما ابغى. طن اعدائك عن قرب بوسط السام. اوكي لا ما ابغى، بس ما يمدي اخذها المقفلة هذه، ما ادري ليه. هل لو فتحت هذه؟ ما اتوقع. مو مشكلة. ناج. طيب هنا وش يخلينا زي مهارات في التسلق؟ اوكي نايس.
بقاس تمر تمر نايس. هذا تخليني ندور على اشياء بشكل افضل، وهذا تخليني اتسلق. نايس، باخذ حق التسلق. شكرا. عندي مقتنيات يا رجل كم؟ 1100. دقيقة. ايوه طيب رجعنا. اسف على الفصل اللي تو، لكن كان في مكالمة اجبارية. طيب بطور الشوتجن لانه دائما نستخدم الشوتجن. يقول لك ايش؟ غطاء ماسورة تبتف سرعة الفواز زد لزيادة الضرر. يزيد منفذ معدة اطلاق النار، هذا نايس. تثبيت السلاح، لا ما ابغى اثبت السلاح. ابغى يا طويل العمر زيادة الضرر، اوكي. وهذا بعد كذا كلام كليم. دقيقة بس خلنا نشغل المحيطي. ايوه نقول بسم الله. طيب من وين الطريق؟ احس انه في شيء من فوق يعني. الا طيب ما في شيء من هنا، اسف. حنا جينا من هنا، اوكي. يصير نروح على اليمين عشان نشوف ايش الحكايه. طيب خلنا دام الجو رايق، احس انه الجو ما بيصير رايق، نقرا شويه كومنتات. اوكي مستر درباوي يقول، دقيقه عشان لا اجيب العيد، يقول ايش؟ يقول ايش معنى السايكو وايش معنى هيرقل؟ سايكو هذا موجود في بوردر لاندز. هو اوكي. هل من حلول؟ سيكون الوضع خطيرا، لكن ربما في استطاعتك ان تعوري من تحته. كنت اخشى ان تقول ذلك. لا تخافي، سأؤمن تغطيتك طوال الوقت. اوكي طيب امن تغطيتي. فزي ما اقول سايكو شخصيه في بوردر لاند. طب هذا مني انا اظن اطلق عليه. ف طيب حرقنا ام الشيء ذا. الشخصيه اللي في بوردر لاند هذه وظيفتها انه تكون مدرعمه كذا، و اللي هو الشخصيه على الغلاف بس كذا مدرعم ماسك سكاكين معاه، ما ادري ما ايش ماسك معاه، احيانا يمسك معاه متفجرات، احيانا يمسك معاه ايش كذا، هذا المدرعم. فالمدرعم اسميه سايكو. هرقل هو اقوى انسان في العالم، اللي يجيك كذا واحد قوي كذا زده معضل وبس. ف اللي يكون مع الدرع اسميه هرقل لانه مره قوي، يعني يقول لك انه ما تقدر تموته لانه مع الدرع. ف فيا يقول لك ليش ما تزيد الحلقات عن 30 دقيقة؟ والله يا طويل العمر مو شيء، لكن لو زدت عن 30 دقيقة بصير ارفع مقطع واحد باليوم. يعني ما بتفرق، يعني انا برفع مقطعين ذي الحين 20-20 او 15-15 شيء زي كذا. فا هي ما بتفرق، لكن بتفرق من ناحية المشاهدة، ما حد بيتفرج مقطع 40 دقيقة، لكن المقطع 20 دقيقة بيتفرجوها الناس كلهم. فمنها انك تستفيد من واحد على الغداء واحد على العشاء، هذا الأوقات اللي أرفع فيها. لا 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 أي 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 وات ذا هيل؟ والله أبو اللي مبطحه يا حبيبي، ترى في سنايبر هنا خويي. والله ابو اللي وشيك. اوكي توقف لا تتحرك سوف يلونك انتظر. اوكي يلا انطلقي يا حبيبي. والله راح. توقفي انتظري اوشكت على اصابته. أوه. يلا يلا تقدمي يلا يلا. توقفي انتظري انتظري. اوكي طيب عطف راسه. ايوه كم طريقك سالك ابو اللي سالك يا حبيبي.
والله ابو اللي طغطي مضبوطه. ثانك يو فور ذا كفر. لا 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 اوتش. وال 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 والله ابو اللي عدد كبير يا حبيبي. والله طلع فيه بقايا. هلا بالعيال بالناس الكويسة وبالاخبار الكويسين. ايوه ما ادري كيف قاعدين يطيحون جسور سبحان الله. يعني ايش مع امكم متفجرات؟ اي كيف وين اروح وين اروح؟ اي كفو كفو هذا مكان اتسلق فيه. كفو يا جنب. هذا نفس نظام اساسن كريد كذا نقز وعط امهم ربع. اوكي هل انت متاكده من ذلك؟ تدخل من ايش؟ طب تدخلين في ايش هذا؟ ايش اصلا؟ ما ادري. لا سوف اعود يا ام الضمان انت يا. اوكي ورا وقفت. اي اوكي تحرك الدنيا. طاحت. اي والله يا رجل الجماجم متعوب عليها والله تعبانين. بس تخيلوا كذا صخره تطيح فوق راسه. والله مكان ضيق. اح مزينين الجماجم يعني هذا الزخره في الجماجم ديكور جماجم. ها خرجت امي يا فار. طلع مسدس مدخل الكهف. اوكي ايش في طريق من هنا؟ في طريق من هنا ليش؟ ما ادري ايش هذا. ايش طيب هذا ايش؟ عندي اسوي اي شيء هنا بس ليش كذا طريق كأنه مسدود بس ما ادري. حس الطريق سري. ليش طلعت السهم؟ ايوه اصغوا الي جيدا. في العالم الخارجي لم نكن بشيء، لكن هنا هنا نحن الصناري ابناء ملكة الشمس. لقد جاءت بنا إلى هنا لسبب ما. أعلم أنكم ترغبون في نيل حريتكم، أعلم أنكم ترغبون في مغادرة هذا المكان، لكن لتحقيق ذلك يفترض بكم إطلاق ملكتكم مثلنا نحن. إنها سجينة، إن تمكننا من تحريرها فسنحرر أنفسنا. هذه الفتاة إنها تحمل دم هذه الأراضي، قد تكون هي السر. إن طقوس النيران ستظهر لنا الحقيقة. هيميكو أنت الأولى والأخيرة، تحدثي إلينا الآن. قطعت إخوتنا، هل هذا مؤلم؟ هذا ممتع الآن. ديمتري نيكولاي احضراها إلي. كل كائنة في الطبيعة ستهاجم وتكافح عندما تكون نجاتها على المحك، فلا تفكري بأنني لا أفهمك يا فتاة، فأنا أفعل ذلك منذ وقت طويل. جهزوا أنفسكم يا إخوتي، إن ملكتنا على وشك أن تتكلم. تحدثي إلينا هيميكو. تحدثي إلينا من خلال النيران. أنا آسفة، انظري إلي فقط. إنها
إنها هي المختارة. قريبا يا إخوتي سنصبح أحرارا. انقلوها إلى حجرة العرش. لقد انتهى كفاحك أيتها الكائنة. وال ايش اللي صار تو؟ ايش اللي شفتوا كيف تطفت النار؟ وين ولو هذه انزلت بعد دم ذا ولا مويه ولا ايش؟ ايه فقاعات دمويه يا حبيبي يا حبيبي على فيلم الرعب. والله يا الدمان كله موجود في كل مكان. شخصية متاحة قائمة رئيسية زوائد. نعم نعم والله ما عندي تنقز حتى. واو كوف تحت الأرض بس والله تو الكتسين اوف ابداع ابداع بس ما ادري ايش بيسوون فيها هذه سام بعد ما طفت النار كذا. قالوا هي المختارة. مختارة على ايش يا حبيبي؟ ما في اي اختيار. طف ام النار. طيب طب مثلا لو سوينا كذا من نوع من الغاز الطبيعي. ايش اللي طيب ولازم ادق سبرنت قبل لا يشتغل مره ثانيه. هو في مخيم وفي بتاع ذا اللي هنا. اوكي اديني البتاع يا بتاع اديني العلوم الكويسه. شكرا. المشكله كلهم اللي هناك هذول كانوا روسيين. واحد يقول لك ديمتري واحد يقول لك نيكولاي. اوكي ما ادري ايش يقول لكن انه السولاراي هذول ما ادري ايش اسمهم. هذا ما هو عليه جايبين العيد. وين راحت الاسلحه حقتي؟ اي اسلحتي انسرقت يا ولد. ولا الاسهم ما عندي ثلاث اسهم سامات. اوه في اسهم هنا. هلا بالعلوم الكويسه. كم صار عندي؟ سبع اسهم. خلاص مشينا. يلا ليتس جو ليتس جو يا حبيبي ليتس جو. اوكي واح والله الدم الاحمر يا حبيبي لايق عليه اللون. طيب ما ادري هذا وهذا ما اظن فيهم شيء. في شيء هنا؟ لا ايوه ايوه كم هذا مريع. هاي وات ذا هيل ما ادري انا تو طلقت كذا يعني عشان يفرعون بين الناس الكويسين. في غاز طبيعي هناك. شوف في نفر جوا. تعال تعال ادينا العلوم الكويسة اللي عندك. خلاص ميت انت. سمحت ما ادري ايش الحكمة اني فجرتها لكن ترى ما في احد ما في احد قاعد يمر ما في احد. ايش هذا ايش هذا؟ شكرا. اوكي نحول على السهم العادي ابرك لنا طريق من هنا. اوكي شوية نرجع لكم.